القصة تاع اليوم كيتعلق الأمر بالخطف. غتقول لي عادي يكون خطف؟ اه عادي، ولكن هذا الخطف تاع اليوم ماشي من الإنس، ولكن الخطف كيتعلق بالجن. غير تبت معايا وانا غادي نعاود لك التفاصيل تاع هذا الخطف كيفاش داير. في سنة 1626 تزادت آن جيفريز. هاد آن جيفريز غادي نحيد له هاد السمية تاع آن باش ما تغلطش لينا مع شي حرف، وغادي نسميوها سامية على سبيل المثال. في دوار سانتيت في اقليم كورنوال اللي كاين في جنوب غرب انجلترا، في وسط واحد العائلة فقيرة، باها كان فلاح وكان هو اللي تكلف بالتربية ديالها من بعد ما ماتت الام ديالها. ملي كبرات ووصلت سامية لسن 19 عام، باها قرر يصيفطها تخدم عند واحد السيدة سميتها بيت. واخا هي ما كانتش كتعرف تقرا ولا تكتب، كانت بنت نقية وذكية وقدرت تأقلم مزيان مع عائلة ديال البيت. كانت سامية كتخدم في الدار وكل شيء كان غادي مزيان، حتى وقع عليها واحد الحادث غريب في عام 1645. كانت سامية جالسة في الدار كتخيط الصوف، وحسات بشي حد كيشوف فيها، ولكن ما داتهاش في الأمر، ما حكراتش. واحد شوية سمعت حركة كتجي من جهة واحد الربيع، وفجأة خرجوا ستة ديال الأقزام من بين هذا الربيع وقفزوا من فوق السور وحاولوا يدوروا بها. هاد الأقزام كانوا قصار بزاف، لابسين حوايج خضرين والعينين ديالهم كيشعلوا بضوء غريب. من بعد ما تقدم واحد منهم اللي بين فيه أنه الزعيم دياله وكان داير واحد القبعة فوقها ريشة حمراء، القزم الزعيم بدا كيهضر معها بكلام زوين اللي خلاها تحس براسها مرتاحة وما تبقاش خايفة منهم. ملي مدات يدها باش تصافحه، القزم ناض نقز على يديها وبدا كيتعلق حتى وصل العنق ديالها. في ديك اللحظة الأقزام الآخرين هجموا عليها كلهم وناضوا نقزوا فوق منها. واحد منهم حط يدو على عينيها وتغطات الدنيا وما بقات كتشوف والو. سامية في ديك اللحظة حسات براسها كترفع في السماء وسمعت واحد الضجيج اللي كان قوي بزاف. من بعد شوية حسات براسها رجعت للأرض وسمعت صوت واحد من الأقزام كيغوت دمعة دمعة. في ديك اللحظة حلات سامية عينيها ولقات راسها في أرض الأحلام. الأرض كانت خضراء، وقت ما سرحت عينيها كتبان ليها غير الخضورية والأشجار زوينة والأشكال تاع الورد غريبة والفراخ ملونين كيغنيو، وحتى الأنهار كيعيش فيها الحوت اللي اللوان ديالهم ذهبية وفضية، والناس لابسين حوايج زوينين وزاهين بالألوان وكيلعبوا وكيتراقصوا مع الموسيقى. سامية فرحات بزاف بداكشي اللي شافت، خصوصا ملي لقات راسها لبس الحوايج بحال هذوك وشعرها زوين وفيه بزاف ديال المجوهرات. في وسط هادشي اللي كتشوف لقات الأقزام الستة وتقاتلت معاهم ومع الزعيم ديالهم، لكن فجأة الأرض بدات كتتحرك وتعرضت سامية للهجوم من طرف أقزام خايبين اللي حاولوا يتعدوا عليها، لكن الزعيم ديال الأقزام بدا كيدافع عليها حتى تجرح. من بعد واحد من الأقزام حط يدو على عينيها والدنيا غطات بالظلام من جديد، وبدات سامية كتحس بالضجيج والاهتزاز. ملي سكتوا الأصوات لقات راسها رجعت الحديقة تاع الدار مرة أخرى، ولكن ما قدرتش تتحرك. السيدة بيت لاحظت الغياب تاعها، مشات الحديقة لقتها مرمية على الأرض والجسد ديالها كيتحرك بوحدو. بسرعة عيطت على الخدام اللي عندها باش يهزوها ويدوها للغرفة ديالها، والسيدة بيت عيطات على الطبيب. ملي جا الطبيب ما قدرش يشخص الحالة ديالها وقال لهم غير حاولوا ما تبرزطوهاش باش ما تزيدش الحالة ديالها تسوء. ما قدرتش سامية تتحرك وبقات طايحة في الفراش لعدة أشهر، وفقت موسم الحصاد قدرت أنها توقف على رجليها لأول مرة من بعد ذاك الحادث الغريب. السيدة بيت فرحت بزاف ملي شافتها كتمشى وخدات يديها ومشات بها للحديقة، ولكن سامية ما بقاتش باغية تمشي لديك الحديقة. من بعد السيدة بيت مشات لواحد القرية قريبة باش تقضي شي خدمة. ملي رجعت في العشية دارت واحد الحادث خايب اللي تسبب ليها في جرح كبير في رجليها اليمنى. واحد من الخدمة ديالها هزا على الظهر ديال الخيل ورجع بها للدار. السيدة بيت عيطت للطبيب، ولكن سامية بغات تشوف رجليها اللي مصابة منها. سامية شدت الساق تاع السيدة بيت وحضناتها ومسحات عليها، وفجأة شافت أن الساق تاع السيدة مبقى فيه والو واختفى الألم. من بعد سامية تصدمات مشات كتجري الغرفة ديالها، ولكن السيدة بيت مبغاتش تفاك معاها، قلت لها والو غتقولي لي شنو هاد السر هذا وهاد القدرة العجيبة ديال الشفاء. سامية حاولت تراوغها، ولكن السيدة بيت صحة بغات تعرف شنو كاين. في الأخير اعترفت وقالت لها بأن الأقزام هما اللي كانوا السبب في الإصابة ديالك، حيت خرجاتها من الغرفة بزز منها، وشرطت عليها أنها ما تخبرت حتى شي واحد على هاد العلاقة تاعها بالأقزام الستة وقدرتها على الشفاء باش ما تعرضش للمشاكل والاتهامات بالسحر والشعوذة. ولكن ما طالش الوقت حتى انتشر الخبر
في مقاطعة كورنوال، وبدأوا العشرات من المرضى كيجيو لدار السيدة بيت باش يطلبوا العلاج من سامية. سامية ما عندهاش مانع تعالجهم، وبدات كتعالجهم بدون مقابل. سامية بدأوا كيبانوا لها شي حوايج غريبة، بحال أنها كتعرف المرضى اللي غيجيو قبل ما يوصلوا لعندها، وكتعرف الحالات قبل ما يقولوها ليها. سامية ما بقات لا كتاكل ولا كتشرب لمدة 6 شهور، وقالت بأن الأصدقاء ديالها الأقزام هم اللي كيتكلفوا بالطعام ديالها من خبزهم الخاص اللي وصفوه بأنه خبز طيب وألد من العسل. موسى ولد السيدة بيد اللي كان ولد صغير في ذاك الوقت، لقى طرف من ذاك الخبز ولقاه زوين بزاف، ولكن الأمور ما مشاتش مزيانة حيت الخبر ديال سامية وصلت للسلطات، وجاو عندها الدار شحال من قصيص وقاضي باش يتأكدوا واش ماشي ساحرة وما عندهاش علاقة مع الشياطين. وفاش كانت المقابلة طلبوا منها تقرأ عليهم شوية ديال النصوص من الكتاب المقدس باش يتأكدوا باللي ماشي سحارة. بالفعل سامية قرأت عليهم داكشي اللي طلبوا منها حتى اطمأنوا باللي ماشي سحارة، وقبل ما يشوا حذروها من التعامل مع الشياطين، وقالوا لها باللي غادي تغضبي الرب الا درتي هادشي. فواحد الليلة سامية قالت للسيدة بيت باللي الأقزام كيقولوا لها سيري الغرفة. السيدة نصحتها باش ما تمشيش، ولكن هي مشات من بعد ما ناداوها المرة الثالثة. دخلت سامية الغرفة وهي حاملة الكتاب المقدس بيديها، وقرأت شوية ديال النصوص اللي نصحوها بها القساوسة. من بعد خرجت من الغرفة وقالت للسيدة باللي دوك الأقزام مزعجهمش الكتاب المقدس، وهذا الشيء يعني أنهم أقزام طيبين ومشي شريرين. ولكن الأمور مسالتش هنا، حيت واحد نار واحد القاضي في المدينة سميتو جان معروف بالقسوة دياله والظلم بلغ على سامية السلطات العليا. هاد السلطات صدرت أمر باعتقالها ونقلوها لواحد المحكمة في مدينة بودمين، وكان داكشي في عام 1646 ميلادية. في هاد المدينة تعرضت سامية للتحقيق القاسي، وجابوا السيدة بيت وولدها الصغير موسى باش يتأكدوا واش فعلا ما كلاتش الطعام لمدة 6 شهور. من بعد سجنوا سامية في دار العمدة تحت حراسة مشددة ومنعوها من الطعام والشراب. كانت سامية محظوظة بزاف وتعاطفوا معها الناس وطلقوا صراحة، وخا ديك المدة الطويلة اللي قضاتها بلا ما تاكل كانت حالتها الجسدية مزيانة، وهذا الشيء كيبين باللي الأصدقاء ديالها الأقزام كانوا كيجيبوا لها الماكلة في الفترة اللي كانوا شادينها. وخوفا عليها من المشاكل قررت السيدة بيت صيفط سامية تعيش عند خوتها أرمالة في مدينة باتسو شمال كورنوال. تما عاشت سامية وبدأت تعالج الناس ولكن بطريقة محدودة. من بعد مشات تعيش مع أخوها وتزوجات بويليام واردون، وعاشت في مدينة ديفون اللي حدا كورنوال. وفي عام 1693 صيفط موسى صاحبه مارتين باش يزور سامية العجوز باش ياخذ منها معلومات، ولكن هي رفضت تهضر معه على الأمور تاع الأقزام والعلاج، وقالت ليه بأن هاد الأمور جات لها المشاكل وأنها ما بقاتش باغا تزيد عليها مشاكل أخرى. عاشت سامية حياتها عادية حتى ماتت عام 1698 ميلادية، وتدفن معها السر ديالها ومشات معها حتى القصة ديالنا. نتمنى القصة تكون عجبتكم، إلا عجبتكم القصة ما تنساش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلك أي جديد كنديروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.